المتسابقين قبل ما يخش التراك. متسابقين ايه يا عم؟ مفيش حل بقى غير اصور فيديو. معاك 200 هو انت هتخش قد ايه؟ انا بهدل الدنيا النهارده. لا كام دقيقه ولا ايه؟ كام دقيقه تقريبا؟ 5 دقائق 10 لفات. طيب ناخد كادر المنتبهين كلهم مع بعض خلاص كده كله طبعا. لو معانا متصاب كبير محمد حمدي المفروض نزل على التراك دلوقتي يقطعهم، وقوة اكبر تحدي معاه مع سروشي. تحب تقول ايه قبل تخش التراك؟ باذن الله هطلع الاول باذن الله. طيب ومعانا برضه متسابق الثاني، متسابق الدريفت. بسم الله. ومعانا متسابق الدريفتات علاء. ما تصليش ما تذاكيش وبيسخنوا بعض. رمضان شهر الخير انسى. طيب افصل سيبك من الكلام ده يا استاذ ابليس. احب نسالك بانك متسابق الدريفتات القوي بتاع اندر جراوند 2، ناوي متوقع ايه في التراك ده؟ والله التراك ده هيبقى جميل ومتوقع له حاجات كتير ان شاء الله. تمام. ومتسابق احمد عز معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد عز سوري. والله احنا بنحاول نعمل كل شيء كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا اهم حاجه الفوز. وبسم الله الرحمن الرحيم، احنا اهم حاجه ان احنا نجيب 3 بونت، وربنا يخليك لنا يا كابتن ويخلينا نادي الاهلي، وان شاء الله نكسب، وان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم نجيب 3 بونت. وبسم الله الرحمن الرحيم الاجابه تونس. الاجابه السلام عليكم. نوصل اخر لقطه للمتابعين كلهم مع بعض قبل ما ينزلوا التراك ونرجع لكم بقى.